وإن شاء الله تكون كفارة لنا عما سبقها من جمعة. إن شاء الله. بداية حاب أرحب بكم جميعا باسم مجتمع الحاسوب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. فأهلا وسهلا بكم جميعا في ورشتنا الرابعة في هذا الفصل الدراسي، واللي راح تكون إن شاء الله تحت عنوان Roadmap to Computer Science and Sharing Experience، والتي سيقدمها المهندس القدير المهندس محمد هاشم. فباسمي واسمكم جميعا بنرحب فيك مهندس محمد، وبنشكر تواجدك معنا لإطرانا بالمعلومات والنصائح اللي راح تفيدنا إن شاء الله. فأهلا فيك باش مهندس. أهلا وسهلا بجامعة الأردن العريقة. الأردن دايما من الأشقاء العرب لنا، وطبعا أنا سعيدني جدا إن أنا إن شاء الله هكون معاكم بإذن الله حول قد ما أقدر أفيدكم وأنشركم الإكسبيرينس اللي مريت بيها في شركات مختلفة. بس تعالوا سريعا كده أقول لك أنا مين علشان نخش على طول في التوبكس اللي إحنا عايزين نتكلم فيها. أوكي، أنا محمد هاشم، خريج كلية علوم 2021 من 17 ل 21، وأنا في الكلية شاركت في بعض الأكتيفيتي student activity، واحدة منهم اسمها كومبايلر. كومبايلر دي student activity بندرب الطلبة في مجالات مختلفة، أو وفي منهم بنبدأ ندربهم ونديهم شوية soft skills على حبة بعض البروجرامينج skills، وبنأهلهم على ال computation programming as ICBC وغيره. قعدت فيها من 2019 لحد فبراير 21 قبل التخرج، وشاركت مرة في ECBC في على مستوى مصر. بعد كده دخلت أكاديمية اسمها روت ديت e-learning center، بيعلم كمبيوتر ساينس فرونت اند باك اند موبايل اند اول ثينجز. خدت فيها دبلومة فرونت اند ودوت نت، اند ذس ماي تراك رياكت ودوت نت. اتخرجت في 21. بعد التخرج يعني في شهر ديسمبر 21 اشتغلت از رياكت فرونت اند ديفلوبر في شركه اسمها اكوت بزنس. اشتغلت في تو مينلي بروجكتس، واحد فيهم اسمه بشكاش والتاني اسمه وقودي، الاثنين بيز اون في السعوديه، الناس شغالين في السعوديه. بشكاش دوت عباره عن بيمنت سوليوشن، يعني بتدفع فلوس وبتسحب فلوس، مش كاش يعني شبه، يعني لو انت عارف حاجه اسمها كده فودافون كاش في مصر، فدي حاجة زيها، بتدفع أونلاين عن طريق التليفون من غير ما يكون معاك فلوس، بتحول وتسحب، بتحول من البنك بتاعك على المحفظة، من المحفظة تبدأ بقى انت عايز بقى تدفع للسوبر ماركت، تدفع لبتاع الميكانيكي، تدفع لكذا، تدفع لكذا، ده كله عن طريق الابليكيشن ده. طيب تاني ابليكيشن اسمه وقودي، من اسمه وقودي يعني خاص بالوقود. وفين أقول لك الخاص بالوقود؟ كان سيستم لإدارة المحطات الوقود، إدارة كاملة، يبقى صاحب المحطة بيكون عنده مونيتور كاملة لكل حاجة بتحصل في المحطة، زي مثلا لدرجة حتى المضخات بتاعة الوقود عملنا لها برد مونيتورينج، بنقدر نشوف أي حد بيضرب بالمضخة دي بيضرب قد إيه وقود، قد إيه ليت، كم ملي، الحاجات دي كلها، ده كله بيبقى مونيتور لصاحب المحطة، ده كله علشان يبقى عنده نظرة عامة على كل حاجة بتحصل عنده في المحطة. طيب بعد كده اشتغلت سنة كده في شركة اسمها إيفيجن، قصدي اسف شهر كده اسمها إيفيجن، في من ما بين من نص ابريل لنص مايو. هقول لكم السبب، السبب سريعا ان في اكيوت حصل مشاكل كده ودروب داون في الشركة، فادى ان هم يعملوا لبعض الناس عملوا لهم لي اوف، وانا كنت من الناس دي، وده كان الهدف بقى ان انا اقدم في شركه شبه مايكروسوفت. قدمت فيها في اما اتبلغت ان انا هيتعمل لي اوف، وقدمت فيها ودخلت الانترفيوهات، وابدا اتكلم قدام شويه عن الانترفيوهات، واتقابلت في 5 ودخلت، وعندنا بيقعدوا كده شهرين حاجه اسمها باك جراوند تشيك، وابدا اتكلم قدام شويه عن ايه باك جراوند تشيك، ودخلت التيم الخاص بتطوير بينج ده اللي هو طبعا السيرش انجن اللي مشهور دلوقتي. بفضل الله اشتغلت في عدة اجزاء كتيرة جدا جدا جدا، فيه اشتغلت في البينج شات ذات نفسه، بفضل الله اشتغلت في الاكسسبيليتي. الاكسسبيليتي ديت حاجة خاصة بتخلي السيرش انجن او الويب سبايدر يعرف يقرا الموقع بتاعك ازاي، والاكسسبيليتي كمان
خاصه اكتر بالناس اللي ربنا يعرفينهم فيكم اللي عندهم بعض الديسابيلتي شبه الاعاقه السمعيه الاعاقه البصريه الحاجات دي كلها. فانا عايزهم يقدروا يشوفوا البراوزر زي ما انا ما شايف البراوزر, او يقدروا يشوفوا الويب بيج, او يقدروا يشوفوا اي حاجه. فبالتالي بيقدروا يشغلوا حاجه كده اسمها ناروتو. ناروتو ديت موجوده في ويندوز, موجوده في التليفون, حاجه اسمها تيك توكر, وديت حاجه كده ناراتور بيقعد يقرا اما يجي على كل كومبوننت يقراه بين الكومبوننت دوت اسمه ايه, ولو حتى لو في هيدر ولا حاجه بيقرا لك برده الهيدر يقول لك الهيدر ده ايه. وده كله خاص بالاكسسبيليتي. وطبعا اشتغلت برده في الدارك مود. الدارك مود ده هيتببلش قريب جدا باذن الله. الببلش هيبقى مفيش في بينج دارك مود, فان شاء الله هينزل الدارك مود قريب باذن الله. بعد كده في روت اكاديمي بقيت مونيتور من بيت مونيتور من شهر جون اللي هو شهر 7 شهر تمش جون ده 6 مش عارف خلاص ما بين ماشي. المهم هو كان شهر 7 من 7/22 لحد 3/23 سعيد يعني شهرين وشهرين كده كنت مونيتور. بعد كده بقيت انستراكتور. ده بقيت يعني كنت مونيتور, كنت بتابع الطلبه وبديهم اساينمنتات و اتابع معاهم لو حد عنده سؤال او عنده حاجه. بعد كده بقيت انستراكتور, بقيت انا اللي بشرح المحتوى العلمي. في خلال من اول ما بقيت مونيتور انستراكتور يعني كنت بمونيتور وبشرح لحوالي 200 انجينير, بعضهم اكتر يعني عدد 18 وبعضهم اقل من 18. حتى في احدى السايكلز واحد منهم في ثانويه عامه, وفي منهم ناس من جميع انحاء العالم, في من الجزائر وفي من الاردن وفي من السعوديه وفي من الكويت وفي من العراق وسوريا. في ناس كتير جدا جدا بحضر لها او بشرح لها يعني في الكورس ده. واساسا الروت ما شاء الله يعني كوميونتي كبيره جدا, اكاديميه كبيره جدا ما شاء الله. بعدها في شهر 10 كده دخلت انترد في يوداسيتي. يوداسيتي طبعا منصة عالمية لها دورات كتير جدا شبه مليون مبرمج عربي, وشبه الرود ماب الخاصة بالفول ستاك بروفيشنال وغيره وغيره وغيره, وليها بعض المسارات المشهورة جدا. يوداسيتي كنت فيها سيشن ليد. ويوداسيتي ديت اللي بيدفع لها وزارة التربية والتعليم في مصر. طب بتدفع لها ليه؟ علشان بكل بساطة وزارة التربية والتعليم عندنا في مصر عايزة تثقف الشباب الصغير اللي هو الجيل الجديد اللي هو ما كناش عندنا خبرة كافية يعني ايه كمبيوتر. كان كل نفع الكمبيوتر اننا بنروح السايبر نلعب العاب كونتر سترايك اي كان العاب اللي بنلعبها. فكنا كل هدف نعرفه عن الكمبيوتر اننا بنلعب عليه جيمز. انما دلوقتي بقى طيب احنا عايزين نثقف الطلبه او الشباب ان هم لسه في الجيل الصغير ده, يعني مش شرط يلعبوا بس, لا احنا عايزين نعرفهم الحاجات اللي بيلعبوها دي ازاي بتتبرمج, او المواقع اللي بيخشوا عليها ازاي بتتبرمج. طبعا في الجيل بتاعنا كان عندنا لسه فيسبوك ظاهر, احنا برضه عايزين نعرف الطلبه يعني ايه فيسبوك ازاي, يعني ايه سايبر سيكيورتي, يعني ايه داتا ساينس. المجالات ديت كلها عايزين نعرف الطلبه يعني ايه المجالات دي. فبالتالي وزاره التربيه والتعليم كلمت يوداسيتي ان هي هتساعدها او هتساعدها في انها تترين وتحل المشكله ديت وانها تعلم الطلبه, وده طبعا بمقابل. فكانت المبادره اسمها مبادره اجبال مصر الرقميه اللي انا فيها اللي انا سيشن ليد فيها, بعلم الطلبه اللي هو بيندرج من 12 ل 17 سنه اللي هم من 5 ابتدائي لحد ثانيه ثانوي تقريبا, من 5-6 في ده لحد تانية ثانوي في الحدود دي بنعلمهم برمجة. طيب بعد كده في سنة 22 الحمد لله كنت عامل مبادرة كده ان انا اعمل ريفيو لسيفيهات, وعملت 100 شخص عملت له سيفي, وعملت مونيتور ل10 اشخاص في مجال الفرونت اند ديفلوبمنت, ولهم ناس ما شاء الله عليها اشتغلت في شركات كتيرة جدا, منهم ناس في مصر ومنهم ناس برا مصر. حتى الريفيو سي في عملت برضو ريفيو لناس جوه مصر وناس برضو بره مصر, والحمد لله يعني بعضهم بنسبه كبيره جدا بفضل الله, ثم بعض المساعدات البسيطه ربنا كرمهم واشتغلوا بعض الشركات. طيب ده ببساطه عني. تعالى بقى نتكلم في اللي انا عايز اكلمكم عنه, وهو رود ماب تو جيت ا جوب. اوكي طبعا كلنا عايزين نشتغل, واي طالب لسه داخل الكليه بيبقى عنده هدف ان هو عايز يشتغل بقى في مايكروسوفت, عايز يشتغل في جوجل, في امازون, بوكينج, ابل, ايا كان الشركه.
وطبعا بيحط سقف طموح عالي جدا جدا جدا. طب السؤال بقى المهم، هل انت عندك القدرة او انت عندك العلم الكافي او انت عندك السكيلز اللي تخليك تقدر تجيب جوب في احدى من الشركات دي؟ للأسف بنسبة كبيرة الإجابة لا. طب انت ازاي عايز تاخد جوب فيها وفي نفس الوقت انت مش متعلم؟ انا يتلاقي بعض الاشخاص على طول من قبل ما يكملوا يقولك لا انا فرونت اند ديفلوبر او باك اند، بمعنى اصح يختار تكنولوجي معينه ويشتغلها او يذاكرها او ياخد كورسات فيها او يحترف فيها من غير ما يكون دارس يعني ايه كمبيوتر ساينس اصلا. ده غلط جدا، ده اللي بيسبب مشاكل. ليه بيسبب مشاكل؟ بكل بساطه هو ما عندوش باك جراوند يعني ايه علوم حاسب. طب انت ازاي عايز تشتغل في مجال وانت اساسا ما عندكش اساس؟ على سبيل المثال، هل مثلا لو واحد بيبني بيت، لو شخص بيبني بيت، هل تقدر تطلع على طول بالدور الثاني والثالث والرابع من غير ما يكون عندك اساس؟ يعني اكيد ده حاجه مستحيله. طيب ما انت ممكن تجيب خشب وترفع عليه شبه ما بنشوف بره في امريكا بيبنوا بيوت خشب. طب ما هو لو بكل بساطه لو جت ريح قويه هتكسر الخشب على دماغك وده كله هيروح. فبالتالي انت محتاج تبني اساس قوي عشان لما تيجي تبني فوق بعد كده ما يحصلش مشاكل. فبالتالي انت محتاج تتعلم اساسيات. طيب ايه بقى هي الاساسيات اللي تخليني اقدر ابقى كويس او اقدر اجيب جوب في شركه كبيره او شركه حتى صغيره او شركه لوكال او شركه انترناشونال او حتى شركه مالتي انترناشونال؟ اول حاجه انت محتاج تكون عارف بيزكس بروجرامنج لانجويج. يعني ايه؟ يعني انت محتاج يكون في لغه برمجه معينه انت محتاج تكون كويس فيها. يعني مش كويس اللي هو لا يعني بعرف اكتب، لا انت كويس شاطر فيها. يعني لو سالتك اي سؤال فيها في السنتكس انت لازم تكون يعني بنسبه كبيره تكون عارفه. طيب حلو جدا. طب هتكون عارفه ازاي؟ ان انت محتاج تقرا كتب. طب هل الكورسات الفيديوهات اللي على اليوتيوب كافيه؟ ولك ابسولوتلي لا طبعا. مفيش شخص بيشرح كورس على اليوتيوب بيشرح محتوى كامل، مفيش الكلام ده. طيب ايه اللي هو بيعمله؟ ان هو بكل بساطه بيروح رايح برضو كانستراكتور بيقرا كتب اللي بيشرح على اليوتيوب، مثلا بيقرا كتاب على سبيل المثال على سي بلس بلس. لا على سبيل المثال ناخد كتاب على سبيل المثال اسمه هاو تو بروجرام، ده كتاب مشهور جدا 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 بتاع عائله ديتل، وده كتاب تقيل جدا في اللغه دي. طبعا الكتاب ديتل ده حوالي 1000 صفحه. هل الشخص اللي بيشرح على اليوتيوب هل هيشرح ال1000 صفحه دي؟ يعني اكيد مستحيل يعمل الكلام ده. طب هيعمل ايه؟ هيروح رايح واخد بعض المقتطفات او بعض المواضيع اللي في الكتاب بس اساسيه. على سبيل المثال هيجي يعدي على يعني ايه اساسيات، يعني ايه كومبايلر، يعني ايه لينكر، يعني ايه ده، يعني ايه اف كونديشن، يعني ايه فور لوب، يعني ايه فانكشنز، يعني ايه سترينج، يعني ايه ريكيرشن، يعني ايه او بي، يعني ايه انكابسوليشن، وايه والفور كونسبتس بتاعه الاو بي، بعد كده يعني ايه اوبريتر اوفرلودنج، يعني شويه المواضيع الاساسيه اللي هيعدي عليها. طب جميل. فبالتالي هو ما نقلكش خبره كافيه، هو اللي قاله لك ان هو نقل لك شويه كونسبتس شويه مقتطفات كده من الكتاب وشرحها لك. طيب هل ده كافي؟ هقول لك لا طبعا ده مش كافي، انت محتاج تتعلم لغه. العلم بيجي من الكتب، دي قاعده اساسيه خليها في ذهنك. العلم بيجي من الكتب، العلم ما بيجيش من فيديوهات، العلم بيجي من كتب. فبالتالي اي حتى بيحاول يوثق العلم اللي عنده بيكتبه في كتابه، ما بيطلعش فيديو يقوله، لا بيكتبه في كتابه من الكتاب يطلع يقوله. بالتالي العلم موجود في الكتب. فبالتالي انتوا محتاجين او انت كمحتاج في بدايه حياتك انك انت تجيب كتاب شبه سي بلس بلس هاو تو بروجرام او سي بلس بلس بريمير او اي كتاب سي بلس بلس كويس جدا ناس بتثق فيه، بتثق في الكتاب ده فيه معظم الكونسبتس، وابدا اقراه. طيب انا قريته وبقيت كويس في سي بلس بلس، خلاص ابدا على قد ما تقدر تعمل مثلا بعض المشاريع الصغيره. مثلا مثال حاجه مثلا شبه بنك سيستم، لايبراري سيستم، حاجه كده صغيره بحيث انك تحط فيها او تطبق فيها الكونسبتس اللي انت عرفتها في لغه السي بلس بلس. يعني تطبق اللي انت عرفته في البروجرامنج البروجرامنج لانجويج اللي انت اوريدي ذاكرتها. انا هرجع اقول لك حته مهمه جدا، مش شرط تبدا بالسي بلس بلس، اوكي؟ مش شرط تبدا بالسي بلس بلس، ممكن تبدا بجافا، بايثون، سي شارب، ايا كان. يعني دي كلها ادوات، بس ما تبداش بجافا سكريبت. مستحيل حد يقدر يجي يقول لي، يعني لما حد يجي يقول لي انا متعلم بيزكس ويقول انا متعلم جافا سكريبت، انا ما بقتنعش بيه اصلا. اساسا الجافا سكريبت اساسا لغه ناقصه. يعني ايه لغه ناقصه؟ يعني ما فيهاش كونسبتس كتير جدا جدا في البرمجه. يعني التلات ما فيهاش او بي اصلا، يعني هي اساسا ما عندهاش الاو بي، فتلاقي الاو بي بتاعتها تعبانه. فلو حد باجي اساله في الاو بي في جافا سكريبت اساسا مش عارف، يعني لو جيت سالته حاجه مش عارفها ليه،
عشان هو اوريدي اساسا مش موجوده في اللغه دي، فانت عايز تتعلم اساسيات في اللغه اساسا ما فيهاش اساسيات، فده تفكير غلط. فبالتالي انا عمري ما برشح حد يتعلم جافا سكريبت. عندك لغات كتير فيها جافا سكريبت، فيها او بي، ابدا خد اي لغه فيهم وابدا ايه اتعلمها. طب بعد ما اتعلمت الاساسيات انا محتاج بقى اعمل ايه بعد كده؟ انت محتاج انك انت تبدا بقى تطلع المرحله الثانيه. المرحله بقى ديت بقى المهمه جدا اللي بتفرق ما بين شخص شاطر او شخص عارف اساسيات او شخص مش شاطر وما بيستخدمش الاساسيات. عندنا حاجه اسمها داتا ستراكشر والالجوريزمز. ايه هي داتا ستراكشر وايه الالجوريزمز؟ هل هم زي بعض هل هم مختلفين عن بعض؟ تعال نتكلم. الداتا ستراكشر من اسمها هياكل بيانات، دي ببساطه كده من الاخر هي شويه كلام نظري. داتا ستراكشر هي شويه كلام نظري احنا بنقعد نتخيل ان في الكلام دوت معملي موجود على ارض الواقع، بس هو مش موجود على ارض الواقع. احنا بنتخيل، على سبيل المثال احنا عندنا الاري، الاري دي عباره عن داتا ستراكشر اوكي، بس شغاله بشكل نقول مثلا بشكل سلسله او بشكل ايا كان الشكل اغلبيه. فاحنا متخيلين اننا في الميموري هنلاقي سلسله وعشان اوصل من الاول اول عنصر لاخر عنصر فهمشي بفول لوب والكلام ده كله. طب داتا ستراكشر انا شرحت لك نظري وقلت لك ان هي تبقى شكلها عامل كده في الـ في الـ في الـ في الميموري، انها تكون عباره عن سلسله وكل اندكس هيشيل عنصر والكلام ده كله. بس هل ده اساسا ده الحقيقي؟ هقول لك لا، مش هو دوت الحقيقي، مش هو ده الحقيقي. هو اساسا ده احنا بندرس كلام نظري ما بندرسش عملي، فبالتالي انا مش هقدر اقول لك هل الكلام ده فعلا هو ده اللي موجود في الميموري ولا لا. طيب بس داتا ستراكشر بقى مهمه في ايه؟ مهمه جدا جدا في ان انا اعرف هاو تو ستور الداتا بتاعتي، ازاي اعرف عندي داتا وازاي اعرف اخزنها في البرنامج بتاعي وازاي اقدر استخدمها او ازاي اقدر اتعامل معاها. يعني انا عندي داتا كتيره جدا عايز اصمم لها نظام بحيث يسهل عليا ان انا اقدر ارجعها واقدر استخدمها تاني واقدر اتعامل مع الداتا دي. فده اهميه الداتا ستراكشر. طب الالجوريزمز هي طريقه الحل اللي من خلالها اقدر اوصل للبيانات بتاعتي. على سبيل المثال لو انا عندي اري، الاري دي عايز اوصل البيانات بتاعتي او على سبيل المثال عايز اعمل لها سورتنج. يعني ايه سورتنج؟ يعني اعمل لها ترتيب. يعني عندي اري فيها شويه عناصر كده وعايز ارتب العناصر اللي فيها. طب جميل، هل بقى الداتا ستراكشر هتسمح لي ان انا اقدر ارتب البرنامج ده؟ اقول لك لا، الداتا ستراكشر عملت لي ان هي بكل بساطه خلت لي العناصر بتاعتي او الارقام اللي انا عايز اعمل لها ترتيب موجوده في مكعبات، المكعبات ديت موجوده ورا بعض اعتبر الاري دي هي عباره عن عماره، العماره ديت فيها شقق فيها ادوار. حلو، عشان اوصل من الدور الاول للدور الاخر فطبيعي لازم اركب الاسانسير عشان اقدر اوصل للاخر، ما اقدرش ابدا اوصل لاخر شقه في او اخر دور في العماره، ده مستحيل. طيب الالجوريزم بقى، انا عايز ارتب الشقه دي، مثلا الشقه ديت فيها مشاكل انا عايز ارتبها. فانا في الالجوريزمز عندي طرق حل كتيره جدا جدا بتسمح لي ان انا اقدر اعمل سورتنج للاري بتاعتي دي. طيب يبقى كده قدرنا نفرق ما بين الداتا ستراكشر والالجوريزم. الداتا ستراكشر هي هيكله البيانات، هي الطريقه اللي انا عايز احفظ فيها البيانات بتاعتي بالشكل اللي انا عايزه. الالجوريزم هي الطريقه اللي هتساعدني ان انا اقدر اتعامل مع البيانات ديت بشكل اسرع وبشكل افضل. انت لو بتجمع رقمين فانت كده عملت الجوريزم، لو انت بتعمل ترتيب ما بين رقمين فانت كده عملت الجوريزم، يعني مشيت خطوات حل. طب انت بقى لو احنا مزجناهم على بعض كده فده هيدينا خليط جميل جدا جدا، ان انت هتقدر من خلاله عندك مسألة ما فانت هتقدر تختار لها الداتا ستراكشر المناسبة اللي هي ساعدك في حل المسألة دي والالجوريزم المناسب اللي هيساعدك في انك تروح وترجع البيانات دي وتقدر تستخدم الداتا ستراكشر دي بافضل طريقة. حلو، طيب انت عرفت تعمل الكلام ده، انت كده خلاص بتعرف الداتا ستراكشر والالجوريزمز. طب هل كده خلاص انا كده بقيت شاطر في الداتا ستراكشر؟ هقول لك لا، انت محتاج تطبق عملي على الداتا ستراكشر والالجوريزمز. طب هتطبق عملي ازاي؟ من خلال السكيلز اللي اسمها البروبلم سولفنج. دي سكيلز كبيره جدا جدا، دي سكيلز مهمه جدا جدا، هي ديت اللي بتخليك تقدر تتمرن او تقدر تتست علمك او تقدر تتست العلم اللي انت عارفه عن الداتا ستراكشر والالجوريزم، يعني ازاي تقدر تستخدمهم في المسائل. ده من خلال البروبلم سولفنج سكيلز. على سبيل المثال لو انت عندك مجموعه من الارقام وانا عايزك تجيب لي اكبر رقم فيهم. حلو، عندك كذا طريقه، عندك اري فيها مجموعه من الارقام عايزك تجيب لي اكبر رقم فيها، عندك مليون طريقه. طب انهي طريقه بقى افضل؟ ده من خلال بقى بروبلم سولفنج سكيلز. على سبيل المثال
عندما بكون اري ممكن عاصر في الاري عايز اجيب اكبر عنصر فيهم، ممكن بكل بساطه اعرف متغير، المتغير ده ادي له اول قيمه في الاري وبعد كده اقارن بيه كل العناصر الموجوده عندي في الاري. لو اي عنصر في الاري اكبر من الرقم اللي معايا فخلاص هعمل اسواب او هسيف الرقم اللي موجود في الاري في الرقم اللي معايا، في الرقم اللي معايا بقى اكبر رقم. طب ده طريقه حل، ده الجوريزم، ده طريقه حل. طريقه حل تانية ممكن استخدم ست، ست احط فيها عناصر والست دايما هتديني اكبر عنصر في الاخر، فخلاص انا كده عرفت اكبر عنصر فين او اصرت الست بعد ما دخل فيها العناصر. عندي طرق كتيره جدا 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 اقدر من خلالها اجيب اكبر رقم في الاري بتاعتي، او اخد الاري اعمل لها سورتنج ويبقى معنى كده ان اكبر عنصر في الاري هيكون مرمي في الاخر في اخر الاري. برضو دي طريقه حل ثالثه. فبالتالي انه بقى افضل طريقه ما بين الثلاثه دول، ساعتها بقى يجي لك السكيلز تقدر توصل بيهم، هتحدد ازاي افضل طريقه عندك من خلال الحل بتاعك. هل هو افضل حل ولا مش افضل حل؟ طب لو افضل حل ليه افضل حل؟ لو مش افضل حل ليه مش افضل حل؟ وهكذا. طيب هل السكيلز دي مهمه جدا جدا في عصرنا الحالي؟ هقول لك اه جدا جدا جدا. انا كمحمد اكلمك عن نفسي، انا دخلت انترفيوهات فرونت اند كتيره جدا، يعني اقول لك شركتين كنت مقدم فيهم كاز فرونت اند ديفلوبر، رياكت فرونت اند ديفلوبر. انا ما سالتش سؤال عن الرياكت، يعني حتى ما سالتش سؤال واحد حتى عن الجافا سكريبت، ما قاليش حتى ازاي اعمل بنك سيستم، ازاي حتى اعمل اي حاجه على الويب. انا بقى يعني ما كنتش متخيل ان هيسالني في البروبلم سولفنج حقيقي. راح رايح يعني في اول انترفيو جاب لي سؤالين بروبلم سولفنج بحت جدا، واحده فيهم هنستخدم واحده فيهم حاجه كده شبه التري، والثانيه مش فاكر حتى كنا هنستخدم فيها ايه. المهم كان الانترفيو كله كان على مهاره البروبلم سولفنج سكيلز. هتيجي تقول لي ده فرونت اند، اقول لك اه ماشي، ايه المشكله؟ هو الفرونت اند لازم يبقى يعني لازم يبقى جاهل بالاساسيات؟ يعني هو عشان فرونت اند ما يعرفش يعني ايه برمجه؟ لا خالص، ده تفكير غلط، وده المشكله ان ناس كتيره جدا جدا بتوقع الشباب فيه. انها تيجي تقول لها ادرس فرونت اند مش شرط اساسيات، الاساسيات بعدين، ده كلام غلط بحت. الكلام ده غلط، اوعى تاخد بيه. الشخص اللي بيقول كده اعرف ان ابعد عنه. مفيش شخص عاقل، شخص سوي يجي يقول لك ما تذاكرش اساسيات، ذاكر المجال بس. اعرف ان الشخص دوت غير سوي، ايا كان بقى بيدي كورس، بيدي محاضره، عنده قناه على اليوتيوب، ايا كان شغال في شركه، ما يقدرش يقول لك الكلام، ما يقدرش يقول لك كده، عشان هو عارف هو وصل للمكان اللي هو فيه ده من خلال الاساسيات. فلو جاء قال لك ذاكر مجال على طول اساسيات، تعرف ان هو بيضحك عليك. عنده كورس مثلا عايز يسوق له، بيدي حاجه معينه عايز يسوق لها، الكلام ده كله. طيب يبقى احنا كده عرفنا اهميه البروبلم سولفنج. وتاني انترفيو بالمناسبه كان سؤال واحد بروبلم سولفنج، كان دخل ساله لي وخلصته وبعد كده خلاص حلو. وعايز اقول برده كنت رياكت فرونت اند ديفلوبر. يا عم طب ما تسالني الفرونت، لا هو بروبلم سولفنج سكيل. الحمد لله حليت السؤالين، بس شاهد في الحوار ان انا ما كنتش عامل حساب ان انا هخش اتسال في البروبلم سولفنج، والله العظيم ما كنت فاكر ولا عامل حساب حد. هو دخلت لقيته دخل على طول، يلا بينا، يلا بسم الله ابدا بقى حل. كان بروبلم سولفنج بقى، يا عم طب ما فيش فرونت، لا هو كده، احنا ما بنعينش غير كده. وبالمناسبه طبعا هيجي حد يقول لي ممكن الشركه تكون كبيره، ده كلام سليم، بس الحقيقه مش الشركات ما كانتش كبيره خالص. شركات كانت واحده منهم يعني لسه ستارت اب، والتانية كانت كبيره جدا، يعني واحده يعني بنسبه كبيره ناس كتير جدا جدا عارفاها. لو قلت اسمها بس مش هينفع اقول اسمها احتفاظا بالخصوصيه، بس الشاهد في الموضوع ان واحده فيهم كانت ستارت اب والتانية كانت كبيره. فمعنى كده ان الستارت اب بداوا يسالوا. انا برضو قدمت في شركه على ما اتذكر في شركه انترميديت في مصر يعني متوسطه، الشركة ديت لها فروع في امريكا وفرع في لندن، فقدمت فيها، دخلت الانترفيو ساعتين كاملين، كنت بتسال بروبلمز سولفنج سكيلز، وانا اساسا كنت مقدم على بوزيشن فرونت اند. الكلام دوت كان من سنه وشويه، تخيل من سنه وشويه كان عندهم الفكره بتاعت البروبلم سولفنج سكيلز انها كانت مهمه. طب ما بالك بقى دلوقتي مع انتشار بقى الذكاء الاصطناعي وانتشار حاجات كتيره، لا ده بقت مهمه جدا، ده انت بقت مهمه جدا جدا. يعني كنت لسه احدى الناس يعني كان بيحكي لي بيقول لي ان هو كان عندهم مشكله في الشركه بتاعتهم، والمشكله ديت ناس كتيره جدا جدا ما عرفتش تحلها، مش عارفه افضل طريقه لحلها ايه، ما كانتش عارفه. فجاء واحد شاطر في بروبلم سولفنج، دخل بص على المساله بكل بساطه، هو لقاها مساله من اللي هو حلهم قبل كده على كود فورسز او ليت كود، راح دخل بكل بساطه ما كملش خمس دقايق عامل امبلمنتيشن للكود بتاعها ورن المشروع، والمشروع بقى زي الفل ويشتغل وما فيهوش اي مشاكل.
طب دوت ليه؟ عشان هو عرف يتقن الاساسيات، عرف يتقن او عرف ينمي مهارات البروبلم سولفينج، فهي مهاره هتساعدك في الشغل. انا كتير جدا 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 وانا بكون شغال في حاجه في الباك اند مثلا، والله قبل كده كنت شغال في حاجه والحاجه دي كنت محتاج ان انا استخدم داتا ستراكشر، فانا كنت عارف ان في داتا ستراكشر، انا كنت بستخدم سي شارب، حلو، في الكود ده كنت بستخدم سي شارب، بس انا ما كنتش بذاكر اساسيات بالسي شارب، كنت بذاكر اساسيات بالسي بلس بلس، فانا كنت عايز اعمل ماب، الماب دي اديها كي، قصدي اديها كي ترجع لي الفاليو، فانا انا عارف 100% ان هي موجوده في السي بلس بلس حاجه اسمها مابينج، فقلت يعني اكيد اكيد في السي شارب في حاجه اسمها ايه ديكشنري، يعني في قصدي حاجه زيها اسمها مابينج بس بالسي شارب. فقعدت اسيرش ازاي اقدر اعمل ماب باستخدام السي شارب، انا عارف ان في ان في ان في حاجه هناك، يعني انا ده يدل على ايه؟ ان انت ممكن ما تكونش بتستخدم كل الداتا ستراكشر ولا كل الستاندرد تمبلت لايبراري، ممكن تكونش بتستخدمهم خالص، بس انت عارف ان في حاجه بالشكل ده ممكن تحل لك مسالتك، يعني حاجه عدت عليك قبل كده. فانا قعدت اسيرش ازاي اقدر اعمل مابينج باستخدام السي شارب. اول لما سيرشيت لقيت في حاجه اسمها ديكشنري بتقوم لي بنفس الشكل وبتشتغل بنفس الميكانيزم اللي شغال بيه المابينج، استخدمته في المشروع بتاعي او في التاسكيه بتاعتي وعملت بيها المشروع وكانت زي الفل الحمد لله. فالشاهد في الموضوع ان هي مش مجرد انت بتتعلمها عشان تعادل انترفيوهات، لا، هي اكبر من كده بكتير، احنا بنستخدمها جوه الشغل علشان نعمل بيها شغل. على سبيل المثال حاجه شبه اوبر، اوبر بيعرف ازاي، يعني اوبر بيقترح لك طرق كتيره جدا، مثلا عايز سبيل المثال عايز اروح من القاهره لاسكندريه، فبيقترح لك طرق كتيره جدا، طب انه طريق افضل على حسب التايم، على حسب حاجات كتيره جدا، عوامل كتير. طب ايه اللي خلاه يقدر يعرف يوصل اقصر مسافه ما بينهم؟ ان ده باستخدام بعض الالجوريزمات الموجوده في الجراف شبه تشيكس او غيره او غيره، فهو من خلال احدى الالجوريزمات قدر يعرف الموضوع ده. طب عرفها ازاي؟ برضو ان هو عارف يعني ايه بروبلم سولفينج، وعارف يعني ايه داتا ستراكشر، وعارف يعني ايه الجوريزم عشان يعرف يعمل حاجه تطبيق او يعمل ابلكيشن زي ده. طيب انا بقى الحمد لله عديت على الثلاث مهارات وعرفت لغه برمجه وعرفت بقيت شاطر فيها، عرفت داتا ستراكشر والجوريزمز، عرفت بروبلم سولفينج وقدرت احل بيه مسائل كتيره جدا جدا. طبعا هاجي اقول لك على المستوى اللي انا متوقع او اللي انا عايزك تكون عارف في مهاره بروبلم سولفينج، على سبيل المثال يعني تكون، يعني مش عايز اقول لك جامد دي هتاخد منك سنين، عايزك تكون متوسط. على سبيل المثال لو انت بتحل كود فورسز تكون بتحل ديف 3 كويس وديف 2 مثلا في البدايات، سي ودي مثلا، يعني تحل ديف 2 في البدايات مثلا، تحل مثلا الميديوم اللي فليت كود، يعني تقدر تحل مسائل الميديوم اللي فليت كود ده كويس جدا جدا، انك تقدر تحل او تقدر تخش انترفيوهات بروبلم سولفينج تقدر تحل فيها. يعني دلوقتي معظم الانترفيوهات بروبلم سولفينج يعني مش هيجيب لك مسائل مخترعه، لا، هيجيب لك مسائل ممكن تكون عدت عليك، فكره ليها فكره قريبه من تحليلها قبل كده تقدر تحلها. وارجع اقول لك كمان حاجه مهمه، مش شرط لما تيجي تحل مساله تبدا على طول تحل بافضل حل، لا، ده كلام غلط. طب اعمل ايه؟ بكل بساطه اي مساله تجيلك في اي حياتك في اي حاجه حلها دايما بالبرات فورس تكنيك، يعني ايه؟ يعني حلها بأسوأ حل يجي في دماغك، يعني أي حل يجي في دماغك ابدأ حلها فيه. طب ده أسوأ حل، يا عم لو في أسوأ منه ابدأ حل بيه. طب ما هو دي مش حاجة وحشة، لا، هقول لك دي حاجة جميلة جدا. ليه؟ أنت هتبدأ تحل بأسوأ حل، بعد كده تبدأ تعمل انهانسمنت، تبدأ تطور في الحل ده، الحل ده هيبقى كويس، تبدأ تعمل له انهانسمنت، وأنت في الانترفيو هيجي يسألك شوية أسئلة، بناء على الأسئلة دي هتبدأ تغير في الحل، تعمل انهانسمنت، تعمل امبروف من، فبالتالي الحل بتاعك هيكون كويس جدا جدا. إنما لو جيت بقى قعدت تشغل دماغك وأنت في الانترفيو، لا، أنا هبدأ بأحسن حل، حاجه من الاثنين، اللي هتغلط مش هتعرف تجيب احسن حل، لما هتجيب اسهل حل بس هتلاقي الانترفيو بعدها بوخ، فتلاقي الانترفيو مش عارف يسالك في ايه، يبدا بقى ايه يصعب المساله اصلا. يعني هو انت مثلا مساله على سبيل المثال تقدر تتحل ببرات فورس، وتقدر تتحل مثلا مثلا هي بان تكعيب، انت مثلا تحلها بان تكعيب بالبرات فورس، حلها مثلا بان تربيع باي تكنيك تاني، ممكن تحلها بتكنيك تالت مثلا تدي لك او اف ان، او اف واحد مثلا او اف ان، حلو. فبالتالي لو انت دخلت على طول حلتها بـ ON تربيع او البيج او بتاعها ان تربيع، طب هو بعد كده الانترفيور انت على طول دخلت في مستوى كويس جدا، يعني انت دخلت المسألة على طول مساله حلتها بطريقه هو مستنيها تكون اخر طريقه، طب خلاص انت طلعت شاطر. طب تعالى بقى نعلي عليك، وده اللي بيحصل في الانترفيوهات، ودي غلطه كبيره جدا، انت ما تبداش بافضل حل. هتلاقي بقى طول في الانترفيو بقى الانترفيو بقى ما انت معاكوا ساعه حلتها مثلا في اول ربع ساعه، ما انت بقالك ساعه الا ربع هيسيبك، لا تعالى يا حبيبي، ويبدا بقى يبدا يعلي عليك المساله، عايزين لو احنا بقى عملنا انهانسمنت كده، طب لو احنا كان شويه تيست كيسز بطريقه مختلفه، هتلاقي المساله كبرت منك
وهتلاقي 100% ساعات دماغك بتقف ومش عارف تكمل، مع انك انت اللي غرست نفسك. فبالتالي ما تبداش دايما بافضل حال، لو انت عندك افضل حال اركنه في دماغك وابدا باسوا حال، وابدا ايه شغل دماغك لحد ما توصل لاحسن حال اللي في دماغك، انما تجيبهاش على طول باحسن حال، بحيث انك انت تكسب وقت في الانترفيو، تكسب وقت ليك في صالحك، وفي نفس الوقت يكون ده المسار الطبيعي اللي هو مستنيه منك. انما بقى لو جه في الاخر وجاء قال لك انا عايز اعمل انهانسمنت لبيج او يكون ان مثلا حاجه اسرع، ساعتها بقى تبدا تفكر تقول انا ممكن نعمل كذا، وتبدا تتكلم، تقدر تساله شويه اسئله، تطرح شويه اسئله يجاوبك، بحيث انك انت يعني يبان انك انت برضو مش عارف كده كده اساسا مش عارف. طيب انا مثلا عديت الثلاثه دول بيت كويس، يوم هعمل بعد كده خلاص انت بقيت لحد ما كويس او على علم كافي، او على علم كافي بالحاجه اللي انت بتعملها. طيب امسرع. فدلوقتي خلاص انت محتاج دلوقتي انك انت تختار تراك معين، شبه الفرونت اند، باك اند، موبايل ابلكيشن، ارتفيشال انتليجنس. بالمناسبه ارتفيشال انتليجنس برضو انت محتاج تكون عارف الاساسيات. كل الشغل الماشين ليرنينج هو عباره عن تطبيع البروبلم سولفينج سكيلز، كله كده، وبقى وتعيش جوه الاي اي. طيب عايز بس نخش فرونت اند. خلاص يا عم عادي، انت تخش فرونت اند هتيجي تقدم تذاكر بقى اساسيات الطبيعيه بتاعت الفرونت اند، HTML CSS جافا سكريبت بوتستراب، تشوف لك بقى مثلا فروم ورك من الفروم وركس المشهوره، عندك ثلاثه مشهورين جدا، عندك رياكت، والاكت هي لايبراري تبع شركه فيسبوك، عندك انجلر تبع شركه جوجل تقريبا، وعندك فيو جي اس، وعندك بقى وعندك وفي بقى يعني في فروم وركس مشهوره جدا 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 بس محدش بيستخدمها، يعني هي مش منتشره في الوطن العربي بس منتشره في اوطان تانية، حاجه مثلا شبه امبر، حاجه مثلا شبه موناليزا، حاجات كتيره جدا فروم وركس في جافا سكريبت احنا بنستخدمهاش وما بتعديش علينا اصلا، بس هي مشهوره في اماكن مختلفه بيستخدموها. في فروم ورك مشهور جدا خاص بمايكروسوفت اسمه فاست. فاست ده اتعمل بيه مشاريع كتيره جدا، في حاجات كتيره جدا جدا في ويندوز معموله في فاست، في حاجات كتيره جدا جدا معموله في السيرش انجن معموله في فاست. فهي برضو فروم ورك بس مش مشهوره ليه؟ عشان هي معموله بتشتغل على الاطار الضيق، يعني هم مستخدمينها او عاملينها مخصصه عشان تشتغل على الاطار ده، فمش محتاج انك انت ايه تبذل مجهود انك تتعلم حاجه هي مش مطلوبه كتير. طب انت دلوقتي بقيت عرفت رياكت او عرفت انجلر او عرفت فيو، محتاج الخطوه الجايه اللي بعد كده ايه؟ خلاص محتاج بقى الخطوه الجايه انك انت تقدم في احدى الجوبس الموجوده، يعني اي شركه ستارت اب قدم فيها، انترن قدم في شركه فانك قدم فيها، قدم في كل الشركات المحيطه عندك، وابدا اول لما يجي لك الاجابه اول بقى لما تعالى هنتكلم على الحته دي كمان شويه، بس ايه تعالى نخليها يعني نخليها بعدين. تعالى نتكلم في حته الباك اند. طبعا الباك اند برضو عندك باك اندز كتيره جدا جدا، عندك بي اتش بي، عن اللي هي بي اتش بي ولارافيل، عندك نود جي اس، عندك اي اس بي دوت نت، عندك ديجانجو، عندك روبي اور ريلز، عندك جافا سبرينج بوت، عندك حاجات كده جدا جدا باك اند، اختار برضو واحده منهم. طيب سؤال كتير جدا جدا بيجي لي يقول لي انه افضل واحد فيهم، او افضل فرونت اند، او افضل باك اند. الحقيقه الاجابه ديت السؤال ده ملوش اجابه. ليه؟ صاحب اللغه لما كان بيجي يعمل اللغه كان بيعملها لهدف معين. يعني ايه هدف معين؟ يعني لما مثلا على سبيل المثال لما كان ناخد مثال مثلا على الجافا سكريبت، هو لما عمل الجافا سكريبت كان هدف تيم برانزلي اللي هو عامل الجافا سكريبت كان هدفه ايه؟ الهدف بتاعه ان هو عايز يخلي البراوزر شغال بدل ما هو كان ستاتيك وصفحه اتش تي ام ال بس، لا عايزه يكون دايناميك وتحط وتشيل والكلام ده. طيب انا عملت الكلام دوت باستخدام الجافا سكريبت. طيب هل بقى كان عنده طموحات طنيه بقى يشغلها في الباك اند ويشغلها في هنا ويشغلها في هنا ويشغلها في هنا؟ لا خالص، هو ما كانش عنده الرؤيه دي. فبالتالي انت مش محتاج يكون تروح تخش لك تريك تروح رايح، يعني اللي تقصدي اتعملت جافا سكريبت علشان يكون لها هدف واحد. فبالتالي لما انت تيجي تختار فريم ورك، هو الفريم ورك ده اتعمل او صاحب ولا لما اخترعه كان مخترعه عشان يعمل حاجه معينه. فيسبوك اما جت اخترعت الرياكت كانت مخترعاه علشان يساعدها في انها تبني الويب براوزر بتاعها بتاع فيسبوك باستخدام الرياكت، فهي اخترعته عشان يقوم بالمهمه دي. طيب كذلك انجلر كذلك فيو، فمعنى كده مفيش حاجه افضل فيهم، كل واحد فيهم اتوجد او بقى موجود علشان يقوم بمهمه معينه بطريقه مختلفه، بس معظمهم بيعملوا بنفس المهمه ان هم بيبنوا يو اي يوزر انترفيس. كذلك الباك اند
كل معظمهم بيبقوا شبه بعض، بس الفرق ان واحده فيهم ممكن مثلا تعلى عن الثانيه في البرفورمانس افضل منها في الريدابيليتي، يعني تكتب كود صغير عشان تبني سيرفر. على سبيل المثال النود جي اس، النود جي اس ممكن بخمس ست سبع تسطر تعمل تقوم سيرفر وتشغله. في الدوت نت لا، ده انت عايز ليله، عايز ليله. الجافا كذلك، فانت بالتالي على حسب انت هتعمل ايه وعلى حسب حجم السيرفيس انت عايز تعمله. انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل ادوكيشنال سيستم، تعمل حاجه كبيره ممكن تستخدم دوت نت، ولا انت عايز تعمل ابلكيشن يستقبل رسائل من الناس ويبعتها، فحاجه صغيره فممكن تستخدم حاجه شبه النود جي اس. فبالتالي على حسب انت عايز تعمل ايه فبتتعلم التكنولوجي اللي انت عايزها. وبرضه ارجع اقول لك التكنولوجي دي بيكون بناء عن حبك. يعني ايه؟ يعني ما تختارش تكنولوجي اللي الناس كلها بتجري عليها، لا، اعمل دراسه للسوق كويس جدا جدا. افتح لينكد ان، شوف وظايف. على سبيل المثال انت عايز تذاكر فرونت اند، شوف كل الوظايف بتاعت الفرونت اند، اكتب فرونت اند جوبز وشوف عدد البوزيشن بتاعت الرياكت، عدد البوزيشنز بتاعت الانجلر، عدد البوزيشنز بتاعت الفيو، شوف كل واحده فيهم منتشره فين اكتر، الرياكت منتشره فين اكتر، الفيو منتشره فين اكتر، الانجلر منتشره فين اكتر. انت اساسا هتشتغل فين؟ يعني انت عايز تشتغل في بلدك لوكال، ولا عايز تشتغل جلوبال، ولا عايز تشتغل هنا، ولا تشتغل هنا، ولا تشتغل هنا؟ كل تكنولوجيا منتشره في بيئه معينه، فبالتالي انت محتاج تدرس السوق كويس. طيب نبدا بقى نتكلم في حته السالري. معظمهم كلهم بيبقوا قريبين من بعض، السالري دوت بيبقى رقم، كلهم بيبقوا قريبين من بعض. اشتغل بقى فيو انجلر، الكلام دوت مفيش يعني حد يجي يقول لي الانجلر بتاخد فلوس اكتر من رياكت، مفيش الكلام ده، كلهم بيقوموا بنفس المهمه وعلى حسب الشركه اللي انت فيها برضه. كذلك الباك اند. طب انت دلوقتي بقيت كويس وبقى معاك فرونت اند او معاك باك اند، هل ده خلاص بقى تشتغل؟ اقول لك اه، بكل بساطه انت كده بفضل الله بقيت تقدر تقدم في الشركات الكبيره، تقدم بقى في شركات منجم اللي هو فيسبوك، ابل، نتفليكس، لينكد ان، تسلا، ايا كان، حتى لو لوكال، ايا كان الشركه هي ايه، قدم فيها لو انت جرادويتد. طب لو انت لسه طالب قدم على انترنشيبس. انا اعتقد الاردن فيها شركات كثيره جدا جدا، فيها شركه امازون، واعتقد في مايكروسوفت هناك، مش عارف مايكروسوفت في الامارات تقريبا، وفي على ما اتذكر فرع البوكينج. انا متابع عن الحاجات ديت، فالاردن فيها فروع كتيره جدا جدا لشركات كبيره جدا جدا. طب فبالتالي علشان انت محتاج علشان انت عايز تنزل تشتغل، فمحتاج انك تتارجت الشركه اللي انت عايز تقدم فيها دي مكانها فين. فبالتالي يعني الاردن اي حد ممكن يقدم تقريبا في الشركات ديت، يقدم كانترنشيب، فممكن يقدم هناك في شركه امازون، يشوف اي ريكروتر او يشوف اي صديق لي شغال في امازون يقدر يقدم هناك فيها. كذلك فيها شركات كتيره جدا جدا عالميه، يعني من اصدقاء ليا شغالين في شركات كبيره هناك في الاردن، مش متذكر اسمائهم بس هناك في الاردن كتير. كذلك في مصر، كذلك في كل دول العالم في شركات كتيره برضه كبيره هناك. مثلا حاجه مثلا انا عايز اقدم في شركه ابل، وشركه ابل هناك في امريكا وفيها فرع هناك في الصين، اقدم في انهي واحده فيهم؟ بكل بساطه انت لو اتقبلت اساسا هم هيبعتوا لك فيزا انترنشيب، وتروح على طول على الانترنشيب بتاعك، بعد كده ترجع تاني. يعني معنى كده انك انت ممكن تروح تسافر في الانترنشيب بتاعك لاي دوله من الدول اللي انت مقدم على البوزيشن فيها او مقدم على الانترنشيب فيها، وتخلص وترجع تاني دولتك عادي. ودي اعرف ناس اصدقاء ليا قاموا بالمهمه دي في الانترنشيب، كانوا مقدمين في فيسبوك، اتقابلوا في فيسبوك، سافروا لندن، خلصوا الانترنشيب، رجعوا تاني بلدهم. كذلك معظم الشركات بتعمل الموضوع ده، جوجل نفس الحوار، وبرده قابل نفس الحوار. فبالتالي لو انت تقدم في شركه فانج ايا كان المكان فين ما تقلقش. انما لو تقدم بقى في شركه لوكال، وده اللي انا بنصح بيه اي حد، انت في بدايه حياتك مش شرط تشتغل على طول في شركه عالميه. انا اشتغلت في شركه اسمها كود بزنس، دي كانت شركه يعني شركه ممكن نقول عليها ستارت اب شويه، وما كانش عندي اي هدف اساسا، ولا كان اي، وما كانش عندي خطه بصراحه هعمل ايه بعد كده. بس شاء القدر ان هو كان شويه هو بس القدر وصل ان يحصل لي اوف، فبالتالي التوفيق بتاع ربنا ان هو يوفقني، ان هو يكرمني في الحته اللي انا فيها دي، ان انا بقى ايه اقدم في مايكروسوفت. انا بالمناسبه قدمت في مايكروسوفت وفي جوجل وفي هواوي، وجات لي اوفرز من هواوي ومايكروسوفت، وقدمت في شركات تانية لوكال، قدمت في شركات كتير جدا جدا لوكال، وجالي منها اوفر. فبالتالي انا اخترت بناء على الاهتمامات بتاعتي، الافضل ليا طبيعه الشغل هتكون افضل، التيم، فالحمد لله يعني. فبالتالي مش شرط برضه تبدا باي شركه كبيره، انت ممكن تبدا بشركه عاديه خالص، بعد كده تبدا تكبر بيها. حلو. طيب بعد كده الانترفيو بروسيس، اي شركه تيجي تقدم فيها في حاجه كده، البروسيس بتاع معظم الشركات بيبقى ثابت. ايه هي؟ اول حاجه بتقدم السي في بتاعك في الشركه، وفي مشكله عايزك تركز عليها، في ناس كتير جدا جدا بتتجاهل السي في
letter. يعني ايه letter؟ CV letter اللي هو انت عايزك على سبيل المثال. انا احيانا كان عندنا في الشركه كانوا طالبين بعض الناس يعني يشتغلوا في بعض المشاريع الخاصه جوه الشركه, شغل اي بي اس, وكان في فول تايم. فكان الهايرنج مانجر اللي كان في التيم ده فكان بيتكلم, فقال لي ايه, لو قدامك اي حد ابعت لي السي في بتاعه. قلت له حاضر. فنزلت على لينكد ان, الشباب اللي عايز يقدم يبعت السي في على الايميل بتاعي. حقيقه انا شفت كميه مهازل لا تعد ولا تحصى. الناس بعت لي السي في, رمي لي السي في في الانبوكس كانه كده كنت شغال لي عندك. يا ابني طب انت ليه ما بتكتبش لتر؟ يعني هو انت فاكر انا صدقني هتجاهل السي في بتاعك؟ انت اساسا مش محترم الشخص اللي انت بتبعت له السي في. السي في ده ما هو الا واجهه ليك, فانت بتاخد السي في بتاعك ترميه لشخص من غير ما تعرفه ولا يعرفك. طب ما تقول له يا عم انت مين بعت له لتر كده, قول له كل التفاصيل بتاعتك, اكتب جود لتر. وطبعا ممكن تسيرش على اليوتيوب او تسيرش على اي موقع ذات انت بتكتب لتر كويس جدا جدا في الايميل اللي هو البادي بتاعه. بعت السي في, بعد كده يبدا بقى الانترفيو تيست او انترفيو بروسيس. على سبيل المثال على حسب الشركه, شبه مثلا شركه مايكروسوفت او امازون بتبعت لك انترفيو تيست اختبار كده. بعد ما بتخلص الاختبار ده لو انت نجحت فيه فبترجع لك الريكروتر تبدا تتكلم معاك شويه عن البرمجه, تتكلم معاك شويه عن السكيلز بتاعتك, وبعد ما تكون يكون تمام تبدا تتفق معاك على موعد الانترفيوهات. طب الكلام ده في كل الشركات اقول لك بنسبه كبيره 90% حتى لو شركات ما فيهاش اساسا انترفيو تيست, هي بكل بساطه هتلاقي الريكروتر او هتلاقي وظيفه الاتش ار بتكلمك في التليفون او بتبعت لك ايميل تقول لك تعالى بينا نعمل اجتماع نتكلم فيه ندردش فيه شويه قبل ما تعمل انترفيو. ما اعتقدش ان في شركه بعت تطلع على طول انترفيو على طول بوش, لا بتبعت لي على طول ريكروتر بتكلمني والاتش ار بتكلمني وتتكلم شويه, بعد كده بنبدا نحدد ميعاد على حسبي وعلى حسب الانترفيور التانيين فاضيين ولا لا في الميعاد ده ولا لا. يعني مثلا ما تجيش تقول لك ايه احنا عندنا ميعاد بكره هيبقى الساعه كذا, الميعاد ده انا مش فاضي فيه, انت ازاي حطيتي ميعاد انا مش ما خدتش رايي فيه. فبالتالي هو عشان يتفادى الجزء ده لا, هي بترجع تكلمك تقول لك احنا عندنا انترفيو على سبيل المثال الاسبوع الجاي, ايه ميعاد يناسبك؟ فانت مثلا وانت واقف معايا في الدقيقه والدقيقتين دول بتقلب في دماغك انا فاضي مثلا في يوم كذا في ميعاد كذا, فهم تقول لك اه ماشي الميعاد ده مثلا عارف ان الانترفيور فاضيين فيه, فخلاص ده زي الفل هيتحجز لك ويبعت لك الايميل على الايميل بتاعك. فبالتالي في كل الشركات لازم يحصل في شير سكريننج, يحصل لك بالتليفون, يحصل لك في اجتماع ميتنج ايا كان فيه, بس لازم يحصل الكلام ده قبل ما تخش الانترفيو بروسيس. الانترفيو بروسيس بقى على حسب بقى الانترفيور ده انت مقدم على بوزيشن فرونت اند باك اند موبايل ابلكيشن اي اي ماشين ليرنينج داتا ساينتست ايا كان المجال, بتخش البروسيس بتاعك, اتقبلت بيتبعت لك الجوب اوفر. لو لا قدر الله ما حصلش نصيب, في شركات كتير جدا محترمه بتبعت لك انك انت انفورشنتلي انك انت للاسف ما قدرتش تجتاز مرحله الانترفيو دوت, في ايه نطمح لك فرصه جديده. وفي شركات ما بتحترمكش ولا تعبرك اصلا وتتجاهل الايميل بتاعك ولا حتى تفكر تبعت لك فيدباك. فانت تقابل الشركات دي وشركات دي, في ناس كتير جدا ما بيطلعش فيدباك وتيجي تقول هي المشكله في ايه. المشكله ان الشركه ديت معفنه وما بعتتلكش فيدباك, يعني ما لهاش اي تفسير غير كده. الشركة ديت ما بتحترمش الموظفين اللي عندها ولا ولا عندها سياسة, فبالتالي مش هتبعت لك فيدباك. لما في شركات اساسا ممكن تبعت لك فيدباك, يعني حتى لو اوتوماتيك ريبلاي, شبه شركات كتيره جدا جدا عندها اوتوماتيك ريبلاي, بس السيل بيبعت لك فيدباك انت كده عرفت انت جوه ولا بره. طيب بعد كده انت كده احنا كده يعتبر في النهايات, انت كده خلاص ربنا كرمك واشتغلت. وانت طبعا قبل ما تشتغل احنا بنمر بفيليرز كتيره جدا جدا. ساتشن اديلا ده السي او بتاع مايكروسوفت بيقول لك when I think about my career my successes are built on learning from failures. يعني وانا ببني الكارير بتاعي نجاحاتي كانت مبنيه على فشل, على عده الفشل اللي انا فشلته. يعني هو مش من اول مره نجح ولا من تاني مره, لا هو من الحاجات اللي فشل فيها هو قدر يكتسب فيها خبره في كل مره وبالتالي قدر ينجح فيما بعد. بالتالي النجاح دايما مش من اول مره, يعني مش من اول شركه تقدم فيها هتتقبل, لا خالص, انت ممكن تترفض وتتقبل بعد كده. مش من اول شركه او مش من اول خطوه تاخدها في حياتك تنجح فيها, لا ممكن ترسب وهكذا. مش من اول حاجه يتوفق فيها, لا انت ممكن تفشل, بس من الفشل ده انت عرفت ايه غلطتك فتصلحها وترجع ايه تكمل في المسار تاني وتقدر تشوف انت الخطوه اللي جايه بتاعتك ايه. طيب السعي والريس دي حته مهمه جدا 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 لازم اتكلم فيها. بص, وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني إيه بكل بساطة؟ يعني أنت ما عليكش غير السعي. طب الرزق ده مش بتاعك. يعني إيه مش بتاعك؟ يعني أنت سعيت. يعني في ناس كتيرة جدا جدا ما شاء الله عليها بتتعب جدا في المذاكرة, دي حقيقة, وبيعملوا مشاريع قوية جدا 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 ما شاء الله عليها, وبتقدم في شركات وللأسف ما بيحصلش نصيب. طب هل ما بيحصلش نصيب عشان هو خايب؟
لا للأسف هو بكل بساطة ربنا لسه ما كتبلكش الرزق دلوقتي، استنى رزقك لسه جاي. ما هو مش الرزق ده بتاع ربنا، مش اللي هو انت عايزك عافية فهتجيبه، لا الرزق ده من ربنا بيكتب لك ان انت هيكتب لك في المكان ده، خلاص انت كده المكان ده بتاعك. اما ربنا مثلا على سبيل المثال يهيئ لك ظروف معينة، على سبيل المثال انا كمحمد اما تعمل لي اوف، اما ربنا وفق لي كل الظروف اللي حواليا ان انا اقدم في مايكروسوفت ودي وتكون هي مفتوحه قبل دلوقتي، بقى في فريزنج بقى له داخل من شهر 10 في فريزنج في الشركه من شهر 8. طب قبل كده الحمد لله ربنا وفقني في الفتره دي ان انا قدمت في شركات مختلفه، وفي الفتره دي كنت بترين على البروبلم سولفينج، وفي الفتره دي كنت بعمل اكتيفيتي كذا، فبالتالي ربنا هيئ لي الظروف علشان اقوم بكذا، بعدها الرزق بتاع ربنا انا سعيت والباقي ده مش بتاعي. طيب واتكلم في حته كمان مهمه، ان الرزق محدش يجي ياخده منك، يعني ما فيش حاجه اسمها اتنين شغال بيقدموا في نفس الشركه واحد يتقبل والتاني يترفض فمعنى كده ان ده خد رزق، ده لا ما فيش الكلام ده. ربنا بيقول لك في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق، يعني انت رزقك كده كده في السماء، كل واحد فيكم رزقه في السماء، اول لما ربنا يكتب له ينزل الارض هينزل لك، لسه ما نزلش معنى كده ان ربنا لسه ما كتبلكش الرزق بتاعك. طيب معنى كده ان انت معلكش غير الاجتهاد وعليك السعي والباقي دوت مش بتاعك، النتيجه ديت مش بتاعتك، انت ما تسالش غير على، انت ربنا بيسالك بس على السعي، انما النتيجه انت بتسال ربنا انت ليه يا رب ما شغلتنيش، قول يا رب ما تقبلتش مني، لا انت ما تقدرش تعمل الحته دي، يعني مش بتاعتك، انت كده بتتخطى حدودك. طيب انا كده بفضل الله وكرمه حاولت على قد ما اقدر في خلال الساعه دي اقدر انقل لكم الخبره بتاعتي وشويه توبكس اللي قدرت مشيت عليها، شوية العقبات اللي عدت عليا في حياتي، شوية المهارات اللي لازم تكون تكتسبها، وكده بفضل الله وكرمه قدرت أديكم بعض المعلومات اللي إن شاء الله حاول على ما تقدر تستفيدوا منها. أنا كده ده جزء الكويتشنز، فأي حد عنده سؤال اتفضل يرفع إيده ماشي بالدور.